الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. ما أعلن مصرف الرافدين اليوم الأربعاء تحديد مبلغ 2000 دولار للمسافرين، وذكر بيان للمصرف أنه استنادا إلى توجيهات البنك المركزي العراقي. يعلن مصرف الرافدين تحديد بيع الدولار للمسافرين إلى 2000 دولار بدلا من 7000 اعتبارا من يوم الأحد المصادف 19 من آذار، وبالسعر الرسمي البالغ 1320. وأضاف أن حصة المسافر الواحد من الدولار النقدي ستكون 2000 دولار، مشيرا إلى أن إيداع الدينار العراقي للمسافرين يكون من خلال الفروع المخصصة وبحسب التعليمات التي أعلن عنها في وقت سابق. أعلنت هيئة الإحصاء التركية يوم الأربعاء مجيء العراقيين بالمرتبة الثالثة كأكثر الشعوب بشراء العقارات في تركيا خلال شهر شباط، فيما أشارت إلى انخفاض مبيعات تركيا للعقارات خلال هذا الشهر بنسبة 27%. وذكرت الهيئة في تقرير أن مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 27% في شباط 2023 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 3350 منزلا، حيث حصلت أنطاليا على المرتبة الأولى بواقع 1261 منزلا، وجاءت إسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات وصلت إلى 1133 منزلا، ثم مرسين بواقع 225 منزلا. وأشارت إلى أن الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شباط وبعدد 1183 منزلا. وجد الدولار دعما في الأسواق الآسيوية، إذ قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انحسار المخاوف من وقوع أزمة مصرفية وصدور بيانات أظهرت أن التضخم ما زال مرتفعا. وفي التعاملات المبكرة انحسرت موجة بيع الدولار التي استمرت على مدى جلستين، لترتفع بذلك العملة الأمريكية نحو 0.2% أمام كل من اليورو والين. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بقوة في شباط، ما يبقي الضغوط على مجلس الفيدرالي الأمريكي لاحتواء ارتفاع الأسعار. انتعشت أسعار النفط بأكثر من 1%، حيث ساعدت توقعات أوبك القوية بشأن الطلب الصيني على تعويض معنويات المستثمرين العالمية الهبوطية في أعقاب إخفاقات البنوك الأمريكية الأخيرة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.30%، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.4%، وذلك بعدما تراجعت أسعار النفط الثلاثاء الماضي بأكثر من 4% إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر. قالت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يعمل على إصلاح شامل لسوق الكهرباء لحماية المواطنين من الارتفاع المفاجئ في الأسعار. وأفادت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون بأن الخطة تأمل أيضا في تسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وجعل الكتلة أكثر استقلالية في عالم غير مستقر أصلا بشكل متزايد. وتسعى خطة المفوضية للتخلص التدريجي من استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء بعد أن دفعت الأسعار المتقلبة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ملايين الأشخاص في الكتلة المكونة من 27 دولة إلى أو على شفا فقر الطاقة كما جاء في التقارير. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.